مساء الخير. مساء النور. أنا المقدم أدم الشاعر، كنت القائد بتاع الشهيدة هادي. ما تاخذنيش يا ابني، أنا آسف. اتفضل. زيد فضلك. اتفضل. من هنا. الباقي في حياتك يا ابني. حياتك الباقية يا ابني. كتر خيرك وبركة إن أنت بخير. زي ما كان بيوصفك بالظبط. ليك طلة وهيبة. ربنا يا ابني يحميك. تعيش يا أمي. تعيش. للأسف طبعاً أنا ما قدرتش أجيلكوا قبل كده، بس أنا كنت مصاب ولسه واصل القاهرة من شوية. ألف سلام. الحمد لله على سلامتك يا ابني. إن شاء الله كل البعد. ما تقلقش يا عمي. ابنك خلص على كل البعد قبل ما يمشي. ده كان فرحان قوي إنك هتحضر الفرح بتاعه. فرحته بوجودك كانت أكبر من فرحة الجواز نفسها. تشرب إيه؟ لا كتر خيرك يا عمي. أنا مش جاي أتعبكم، أنا جاي أعزيكم. وأقول لكم على اللي شفته بعيني في هادي طول السنتين اللي فاتوا. وأقول لكم كمان على الكلام اللي ما لحقتش أقوله له. هذا أنا كنت بعتبره زي على أخويا الصغير تمام. حتى كنت ساعات بتلخبط في اسمه وأنده له أقول له يا علي. كان يقف مستغرب ومش فاهم حاجة. يقول لي علي مين يا فندم؟ أنا هادي. أقول له أنا ما قلتش علي، أنا قلت هادي. وأكتم الضحك جوايا. زمانه عريس في السماء دلوقتي، وزمانه كمان شايفنا وحاسس بحزننا عليه، وزمانه كمان عارف ان هو كان بيسمعني صح. استاذنك يا والدي، ده عنواني ورقم تليفوني، لو احتجت اي حاجه يا ريت ما ترددش تكلمني اي وقت. ربنا يا ابني يكرمك ويكرم اصلك. تعيش يا ام. ممكن استاذنكم بس كنت عايز اشوف مريم عروستها دي. على ما تاخد الواجب بتاعك تكون وصلت. اشترك في باقات واتش الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.